النهارده اقيمت قرعه البطوله العربيه للانديه هبدا مع حضراتكم بقرعه الدور الاول وهنيجي بقى للزمالك ومواجهه النصر وكريستيانو هنتكلم عنها شويه بس تعالوا نمشي واحده واحده يعني. قرعه الدور الاول في البطوله العربيه. الجيش الملكي المغربي في مواجهه الاتحاد الليبي والبرج اللبناني في مواجهه الوحده الاماراتي المريخ السوداني في مواجهه تشرين السوري والشباب السعودي امام القوى الجويه العراقي والهلال السوداني امام المنامه البحريني الصفاقسي التونسي امام قطر القطري وطلاع الجيش المصري امام اهل طرابلس الليبي والنهضى العماني هيواجه الشباب الخليل الفلسطيني وفحمان العماني هيواجه الاتحاد المنستيري التونسي والمحرك البحريني هيواجه السيب العماني ونوازيبو الموريتاني هيواجه الشباب الاردن الاردني والكويت الكويتي هيواجه شبيبه الثوره الجزائري. ايضا دي قرعه بقى دور المجموعات. دي بقى المرحلة النهائية، أنتوا عارفين الدول الأول ده هيطلع منه منتخبات تلعب في المرحلة النهائية دي، دي المرحلة النهائية اللي هتقام في السعودية. المجموعة الأولى فيها الترجي التونسي، الاتحاد السعودي، والشرطة العراقي، والمتأهل من الهلال السوداني والمنامة البحريني والصفاقس التونسي وقطر القطري، يعني هيبقى فيها الترجي والاتحاد والشرط دول قاسيين والاربع فرق ده اللي هيخش منهم واحد من تصفيات قرعه الدور الاول. المجموعه الثانيه الوداد المغربي مع الهلال السعودي والسد القطري دي مجموعه ناريه ناريه نتمنى طلائع الجيش يصعد طبعا بس طلائع الجيش لما هيصعد هيخش مجموعه ناريه جدا طلائع الجيش اهل طرابلس الليبي النهضه العماني شباب الخليل الفلسطيني هيبقى واحد منهم مع الوداد والهلال والسد القطري المجموعه الثالثه الزمالك المصري في مواجهه نصر كريستيانو رونالدو النصر السعودي وايضا المتاهل من المريخ السوداني تشرين السوري الشباب السعودي القوة الجويه العراقي اقوى طبعا الفرق في الاسماء دي الشباب السعودي وايضا المتاهل من فحمان اليمني والاتحاد المنستيري التونسي والمحرك البحريني والسيب العماني وبرده اقوى الفرق الاتحاد المنسي يعني متوقع المجموعه دي يبقى فيها الزمالك والنصر والشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي وايضا هتبقى مجموعه قويه جدا جدا جدا. المجموعه الرابعه الرجاء المغربي مع شباب لوزداد الجزائري والمتاهل من الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي والبرج اللبناني والوحده الاماراتي وايضا المتاهل من نوازيبو الموريتاني وشباب الاردن الاردني. والكويت الكويتي وشبيبة الثورة الجزائري